شوفي عاد أنا اليوم بجبر خاطرك المكسور. إيه؟ شوفي عاد جبتلك الصبغة هذه نفس اللي أستخدمها حق شعري. اليوم بغيرك، بردش غنيمة الأولية. شي يرد غنيمة الأولية؟ لا يصلحوا الحداد ولا النجار ولا الدكتور، ما أفسده الدهر. بعدين أنا أبي كذي، من حقي أتزين ولا أتعدل ولا أتديرم؟ من له؟ يا بنت الحلال، ما هو ضروري حق أحد، حق روحنا، حق وناستنا، حق نفسيتنا. هيا أنا كلش عارة من شعري هذا الأبيض، لها سالفة معاي هالستة وثلاثين سنة. كلش عارة يوم، كلش عارة أسبوع، كلش عارة بشهر. لا يختي، ما بي أنا بذكرياتي فوق راسي. خالتي خالد ياب ملفك البيت وأنا قريته. وشون يجيب ملف القضية البيت؟ وشون يقرأ ملفي؟ مو من حقه، هذه أسرار ناس. هدي نفسك خالتي، هذا من صميم شغله. لا 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 لا، مو من صميم شغله، هذا يسمونه فضول. حتى أنتي تموتون على أنكم تكشفون على عورات الناس. خالتي إحنا نحبك وصرتي واحدة منا وفينا وواثقين من براءتك، انتي لازم تطالبين انهم يعيدون التحقيق، وراح اكلم خالد يتابع الموضوع. ضحكتيني، خالد مو طايق يشوف وجهي بالبيت، وخري عني. وين بتروحين؟ انا اوصلك. وين بتوصليني؟ انت بسوي لي سالفة ريلك، بروحها ما يحبني ولا يواطني بعيشته الله. الا بقول لك، شنو يعني عيد التحقيق؟ شلون؟ تدرين أنا إيش دفعت؟ دفعت 36 سنة من عمري، أحلى أيامي. عيد التحقيق؟ ليش؟ شو الفايدة؟ سمعتك واللي كان السبب لازم يتحاسب. صحيح صحيح، هذا حق، بس ما حد يعرفه. أنا ما حد يزعلني ولا نمزح لأحد، بس مشيت شوية وحاسة من أمس إني متضايقة. لا مش على ما كلمت ولا أدري عنها ودارة. صدقي ساعات أوقف قدام المراية وطالع عمري أبكي علي. تبكين لما تطالعين في المراية؟ هي أنتي تبكين لما تشوفين تجاعيد الزمن على وجهك. واللي يرحم والديك، انت بالذات لا تحكين عن التجاعيد، تجاعيدك من راسك لاساسك. ترى شوفي انا مالي خلق اتخانق معاك. هو ايش لابسه بتروحين كذي؟ تروحي عند وادم 70؟ لبسي شيء عدل. خالتي ما ابي البس شيء هو شاري لي، بصراحه كرامتي ما تسمح لي، هذه الدرع انا شاريتها بفلوسي. زوجي الاولي الله يرحمه كان يقول لي، الواحد كان يكتب رسائل عتاب حق محبوبته، يقعد بالأيام ويمكن أشهر وهو يكتب، لكن في لحظة لما يحس بعزة النفس يشقق جهده هذا كله. روحي ما روحي، روح لبسي أي شيء من حرمانك، روحي ولا تنقهرين، روحي. إن شاء الله. زين، أقدر أعرف ليش لغيتوا العرس؟ والله اكتشفت اللي كنت خاطبها كانت مخطوبة قبل. شلون عرفت؟ لقيت علي واحدة ما أعرفها وعلمتني. تأكدت ولا صدقتها على طول؟ لا تسأليني أسئلة أمي، والله واجهتها واعترفت. اعترفت بشنو بالضبط؟ قالتي والله كل اللي أبيه ترجعون الذهب أخذ فلوسي. يا يمو أنا أحاكيك وناقشك لأني بحسبة أمك أو بحسبة يدتك، فلوسك بتاخذها وفوقها ابتسامة وكلمة شكر. لكن بقول لك كلمة، هل يعقل يا يمه وانت مبين عليك ولد سن وناضج ان كل وحدة تنخطب بالاول وتفك الخطبة تنظلم وتصير منبوذة؟ اي احد يبي يخطبها بعدين يرفضها وما يبيها؟ لا عفو عليك، هذا ظلم، والظلم ظلمات. تبين الصراحة؟ انا ما دشيت فيها بالتفاصيل. عيل ادخل معاها بتفاصيل ونمو، واسمع رايها واسمع وجهة نظرها. اقتنعت كان بها، ما اقتنعت تعال شرفنا هني وتاخذ فلوسك، ايش رايك؟ شوفي
هذا اللي طق ولدك وعليه طعي متعور ومربط من فوق لتحت. سلام عليكم حجي. عليكم السلام يا حلا، تو ما نور المحل. مشكور مشكور، عسى عمرك طويل. هذه يا حجي ام الولد اللي طقك. هي الله يهنيها في الاسبوع الحلو، قوي ما شاء الله، محمد علي كلاي. والله احنا فشلانين منك يا حجي، والله ما ندري ايش نقول. هالولد سود ويجيهنا، بس الحمد لله انت قلبك كبير وبتسامحه، واحنا عايينك عشان نطلب السماح منك. ويعني الولد لو ينحكم اقل شيء بيحكمون عليه سنتين. يستاهل اكثر من سنتين، يا ريت يسجلون اكثر من كذي. يستاهل، شفت ايش سووا فيني؟ انا لو رد علي ازينه 36 سنه، بس هذا ما ينفعك يا عمي. احمى شاء الله عليك الزينك كنك المخت. والله ضحكتيني يا بنت الحلال، والله ما ادري ايش اقول لك. اضحك اضحك يا اخوي، الدنيا سهالات. وبعد لو تدري انا شايبت لك تقول لي بتزوج، ترى هذه عندها خوش اخت صغيره مو كبيره، عمرها 60 سنه، بس ما يبين عليها، يبين عليها 59 سنه، تشبهها وايد.